Everyone knows Zayden is just an upper-class fop. His dad was Secretary of State, and his family's practically royalty. The only way this guy was not going to become general was if he... Yeah. Hey, what? تاتا تاتا أولاد الحرة تا معلم معلم بوستي ضيق لي خبزي تاتا تاتا أولاد الحرة تا معلم معلم بوستي ضيق لي خبزي بكري دندني 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 فلاح نقيل وزرع ومخلي يجيب القاملة يطهن بالخير داروا كل مرة ومصلد عليه يكسر دندني 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 تا 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 أولاد الحرة تا معلم معلم بوستي طيب لي خبزي بكري تا 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 أولاد الحرة تا معلم معلم بوستي طيب لي خبزي بكري تا 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 أولاد الحرة تا معلم معلم قالت يا ربي عمر لي حجري بطمر وبعمر تا 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 أولاد الحرة تا عالم عالم بوسكي Thank you.